قررتي تتعلمي الخياطة، عايزة يكون عندك مشروع يزود دخلك، حابة تعملي حاجات حلوة كتير ليكي ولولادك، لازم يكون عندك مهمة جدا ليكي. تعالي شوف فكرة النهاردة، شيروا الفكرة لان ضروري الكل يعرف. دي الاسكوتشة بتاعتنا المتر بعشرين جنيه بتتباع في محلات ادوات الخياطة، تمام؟ صليتوا بينا على النبي. انا كده بس هسويها، مسويش كتير، انا محتاجة قطعتين كده قد بعض اهو، وهقول لك كام سنتي في كام سنتي اهو، تمام؟ مهمة جدا جدا، عشان لو هتقعدي على المكنة ساعات طويلة لازم تكون ظهرك مفرود، عشان يكون ظهرك مفرود حتى لو ولادك ظهرهم برضو في انحناقة او حاسة ان هما بيتكفوا على المذاكرة، لازم تعملي لهم الفكرة دي. طيب هنا عندي كوفية قديمة او حتة قماشة قديمة انتي مش محتاجاها، تمام؟ طيب بصي بقى معايا كده اهو، قعدتك على المكنه ساعات طويله بتخلي ظهرك متعب وبتحسي بانحناءه كده، والمنتج ده انا لقيته بيتباع اونلاين بس بسعر غالي جدا، في حين انك ممكن تعمليه، بصوا يعني الحتتين دول هيكلفوا كام؟ 5 جنيه مثلا. طيب دي كده حوالي انا هاخد 26 سنتي بس اهي، وكمان دي القطعة اللي هتكون في النص توصل الاثنين، انا حاسة ان هي عريضة قوي قوي، فانا هاخد دي تبقى ايه بالنسبة لي اثنين، تبقى قطعتين اهو، كوفية يا جماعة كوفية هتأدي لكم الغرض تمام اهو، او اي حاجة قطيفة اي حاجة تكون، اهم حاجة متينة وكمان فيها نسبة مطة نسبة شدة، بس اهم حاجة طبعا تكون متينة. شيروا الفكرة عشان الفكرة دي مهمة جدا جدا، الدراسة قربت وهنحتاج دي جدا، قصها كده عشان تبقى اتنين اهو، بالشكل ده تمام. هخيطها بالشكل ده واقلبها، او ممكن تخيطيها بالشكل ده لان هي قطيفه مش هتنسر ولا حاجه اهو، هخيط الشريط ده والشريط ده تمام. في قطعة هنا هحتاجها في النص اللي هتكون فيها لزقة الاسكوتشة بالشكل ده، هنشوف الفكرة دي، هنخيط الجزء ده الاول اهو، بسم الله فكرة سهلة جدا جدا جدا. لو انت وزنك اكتر من 100 كيلو ممكن تعملي الشريط ده طوله 30 سنتي ل 35 سنتي، سن محير اعمليها 25 سنتي، اطفال قيسي دوران او كتف الاطفال، يعني قيسي دي اللي انت هتدخليها في دراع الطفل تمام. طيب وبخيط الثانيه بالشكل ده، اعملوا لايك يا جماعه وشيروا الفكره ضروري لان مهمه جدا جدا. بصوا وبقفل الشريط بتاعي، واثناء النوم تلبسيها طول الليل وانت نايمه، بصوا هتساعد على فرد الظهر، هتساعد على فرد الظهر لو قاعده على المكنه، لو خارجه في مشوار، لو حسيتي ان شنطه المدرسه عامله انحناءه في ظهر الاولاد، مهمة مهمة مهمة. انا عملتها كتير قبل كده وكانت جميلة بصراحة اهو، لقيت الناس بتسأل فيها في الاونلاين بسعر غالي جدا، فقلت ليه احنا ممكن نعملها وبطريقة سهلة. طيب نراجع تاني، يبقى القطعتين معايا اهو اهو، بعد ما اتخيطوا بقوا 24 تمام، دول القطعتين. في قطعتين عندي تانيين اهو، طول الواحدة منهم 26 سنتي، بصوا بقى الفكرة اهي، هتبقى بالشكل ده اللي انا هركب فيها الاسبونش او الاسكوتش اهو، هركب الاسكوتش فيها، هاخد العرض اللي انا عايزاه بالشكل ده كده تمام، على قدها اهو، واخيط القطعه دي كده وهي ايه
بالشكل ده سهله جدا، هتتخيط معاكي على المكنه بسهوله اهو اهو. هعمل واحده ليا لكل واحد من ولادي، هعمل له واحده حته قماشه في البيت، ومتر ب 20 جنيه هيكفي الكل. شايفين عملت ايه؟ طيب القطعه الثانيه اهي، الشكل ده كده عشان اركب القطعه المقابله ليها اللي هتلزق فيها اهو. في طبعا ابيض، في اسود، اللون اللي انت عايزاه في الاسكوتشه دي بتتباع. انا كنت فاكره ان هي بتتباع في محل الاحذيه، طلع لا بتتباع في محلات الخياطه، ما بستغناش عنها بصراحه. حضراتكم شايفين القطعتين بالشكل ده اهو، تمام. تعالوا نشوفهم بقى كده عمليا اهو يا جماعه، دلوقتي هنشوفها وهي بتتلبس. ادي كده ايدك، شوف طرحه، والتانيه نفس الحكايه بتتلبس تحت الهدوم، بتتلبس تحت الهدوم. بس احنا عشان نوريها لكم ونوريكم الفكره بتاعتها اهي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، عشان انا ده بصور. ثواني دي اتقلبت، خليني متينه وما بتفكش، وبتخلي الظهر بالشكل ده تحت الملابس، تحت الملابس يا جماعه، ويتلبس عليها الملابس. اللي لابسها مش هيحس ان هو ايه مضايقاك في حاجه، لا خالص. القماشه عشان فيها عامل نسبه بطه، فبتاخد وبتدي مع الجسم، تمام، مش مشدوده، مش عنيفه. طيب لو انت مش عندك الاسكوتشه دي ومش متاح عندك تجيبيها او تعمليها، هتتصرفي ازاي؟ تمام، بالاساتك، شايفين الاساتك العريضه اهو، انا عاملاها بنفس الفكره، لان طول ما انا قاعده بحاول افكر علشان ما نحسش بس انه ايه ظهرنا انحنى مثلا من الخياطه او من القعده لساعات طويله قدام الكمبيوتر او قدام المذاكره اهو، وبننزلها عند الجزء ده، وبرده بتديني نفس النتيجه، لان نسبه المطه اللي في الاستيك مريحه جدا جدا على الجسم، وبتفرد الجسم. ولازم نفكر عشانك في افكار مريحه وجميله بسيطه في نفس الوقت، علشان تقدري تقعدي ساعات طويله تخيطي اهو. وبرده بتتلبس على تيشيرت القطن او الفانيلا القطن من تحت، بتلبس فوقها وفوقها الملابس، ما بتحسيش باي حاجه، حاسه باي حاجه؟ لا خالص. طب قول لهم باي. باي. اتمنى يكون عجبتكم الفكره وتنفذوها وتشيروها للاصدقاء وللاصحاب وللاولاد. خلاص يا حبيبه، خلاص انت وصلتها خلاص، وتكون فكره مريحه بالنسبه لكم، وان شاء الله نقدم لكم افكار تانية كتير جدا. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.